تقريبا قبل يومين او 3 ايام تناقشت مع زميل لي في الجامعه من جانب مصافحه النساء الاجانب الزميلات في الصف، كان مثلا قلت له هذا شيء محرم ولا يجوز بالنسبه لتفكيري انا يعني، كان يريد ان والله نحن في عنا بالشام وزير نفط وجاي وزيرة نفط بريطانية، فطبعاً كبار الموظفين بالمطار كلهم، أحد كبار الموظفين متمسك ما بيصافح، فلما مدت إيده ما صافحها، قال لها أيام سر الوزير انزعج انزعاج، قال له كانت حتاكلك لو صافحتها؟ لو صافحتها كانت حتاكلك؟ قال له هذا الحاضر، وانتهى الأمر. في دعوة على الغذاء بأرقى مطعم، قالت له الوزيرة لوزير النفط في واحد صباحاً ما صافحني وينه؟ قال له يمكن اعتذر، هو طرده ما خلاه. إجا جيبوه، قال لهم جيبوه. قالت له ليش ما صافحتني؟ قال له أنا مسلم ومتمسك بديني، والمصافحة عندنا محرمة، وأنت امرأة أجنبية. قامت قالت للوزير لو أن المسلمين أمثال هذا الرجل لكنا تحت حكمكم. مرة كنت ألقي محاضرة في أمريكا في ديترويت، وجاءني سؤال من أخت كريمة تسأل عن حكم المصافحة، هي طبيبة تعمل في المستشفى. قلت لها الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال من رعاياها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضاً لا يصافحها إلا 7 من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فهذا الجواب أعجبها كثيراً وقبلته.